لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. رجعنا لكم بعد الفاصل وصلنا لفقرة الأناقة والموضوع معانا مها كياليا. يعني الحمد لله على السلامة. الله يسلم عمرك. وينك؟ اشتقنا لك يا مها. أنا اشتقت لكم كتير وبحبش أضيع علي حلقات عن جد. وإحنا كمان اشتقنا لك كتير واشتقنا لأخبار الموضة والأشياء اللي بدك تحكي لنا إياها. شوفي اليوم إحنا الحلقة يمكن أنتوا حكيتوا قبل بالزبط. أول الحلقة إنه رح تكون عن التنانير الطويلة. صح. صراحة بهاي السفرة إن سبيسيفيك في ترند طالع جديد كتير اللي هو عن التنانير الطويلة وكيف تلاير ذم بطريقة مختلفة. بس أنا حسيت ما بدي أضيع كل الوقت بس على توبيك واحد، فقررت إنه نجمع إن جنرال بفصل الخريف هلأ اللي حلو. إحنا في وشتا كيف منقدر نحط طبقات أواعي فوق بعض وتطلع ممتاز. اللوك كتير حلوة حلو. فللصبية المحافظة، للصبية المتحجبة، للصبية اللي بردانة بردانة شو ما كنت للبردانية المفروض رح يحبوها الكل لأنه بدنا نشوف الأشياء بعين جديدة. يلا متحمسين. هلا أنا أتليست هيك حسيت إنه حبيت اللوك كتير ولقيت فيها تغيير كتير ولقيت إنه مع اختلاف الفصول هيك أفكار جديدة وبسيطة بتحسي بتقدر تستفيدي من أوعيك تعون الصيف تضلك منطلقة فيهم. هذا أهم شيء تزيدي عليهم. طيب. أوكي بدك نبلش؟ نبلش يلا. شوفي مع اختلاف الفصول هلا الطقس مش عم بيستقر عنا ابدا فانا بدي اعطي هيك شويه نصائح بسيطه خفيفه لانك انت كمان طلبتي انه بين اختلاف الفصول بالضبط. شو بنعمل هلا اللي بدي اقول انه التي شيرت والاواعي البيسكس تبعتنا تبعت الصيف ما تنضب، خليهم لسه ما تنضب. عاد انا ضبيت وانفلمت اسكتي بس البيسكس بتضبيهم كل يوم بفيق الصبح مش عارفه شو بدي البس لانه انا ضبيت الصيف على اساس فيها كم يوم مرقوا زي الفريزر. اوكي وهلا رجعت شايفتهم صيفي. انا بحس صيفا شتاء ربيعا خريفا لازم يضل في سيرتن بيسكس عندنا. اه لا بنخليهم صراحه لانه عليهم زياده الايتيمز بتصير عندك لوك جديد بتستفيد منهم. هون عم نورجيك كيف الكارديغانز على اللي هم الجرازي فوق حتى لو كانت اواعيك صيفيه لابسه تيشرت نص كم تيشرت كم طويل قميص وات ايفر بزياده الجرزاي اللوك عندك حلوة. بتتغير شكوي. اوكي هلا الكارديغان تقدر تلبسيها بكتير طرق مختلفه احدى اللوكس لما بدنا نعمل اللايرنج او القطع الفوق بعض صار الترند الكتير قوي عم تنلبس الجرزاي وبتتبكل وفوقها بنلبس الكوت بتصير زي كأنها هي الكنزة مش الجرزاي بتلبسيها كأنها كنزة بس تعطي هيك لوك حلوة وانترستينج مش لازم تفكري فيها انه شو بدي البس تحتها بتصير هي زي كأنها البلوزة وفوقها بتلبسي الجاكيت الطويل وهي ممتازة للمحلات الباردة وكمان معك حق 100% وكمان لوك حلو الكارديغان زي ما حطيناها هيك الجرزاي مش غلط ابدا مش عارف اذا من الصور صح لنا نحط من الصور او ما حطينا بس بدي احكيها حكي عشان برضه تعلق البلت حلو كتير ينحط فوق الجرزاي وتخصر لانه موضه هلا التخصير الاحزمه زي ما حكينا صحيح. اول الحلقات انه على الخريف التحزيم كتير ترندي وكتير موضه حلو. وكتير أوكي. حلو بيطلع حلو بيعطي خصر صح. والاواعي الشتويه لانها بتعطي فوليوم بتنحف لما ترجعي تحطي هي بتنحصح بدون بلت مع البلت بتنحف حكينا عكس بعض ما كل واحد عم بيحكي على شيء اوكي الإشي أنا بلاقيه برضه ضروري كتير بالفصل الهلأ زي ما دايما بقول اللي هم البايكرز جاكيت أو صحيح. الجاكيت الجلد القصير بغض النظر عن اللون 100% إيش بتحبي لون أنت؟ بموت بجي أسود أنا أسود أنا بحب الأسود كتير بس بالعسلي كمان لأنه عندي أسود وعسلي مستحيل ينقطعوا شايفة؟ على التيشيرت البيضة لما لبست البايكرز جاكيت وغيرت البوتس تحت لبست بوتي صارت اللوك خريفية أكتر من طبعاً. ما إنها صيفية هلأ أنا حطيتها زقيتها زق عشان اعطي معلومه سكارف كثير حلو تو لاير السكارف شو ما كانت اللبسه السكارف دائما بتعطي لوك حلو كتير واطلاله حلوه وبتحسي راسا اللبسه تغيرت صراحه لانه شوفي كمان بالصوره مبين انه بدونها تخيليها بدونها عاديه كثير عاديه بس تخيليها مع هذا الجاكيت او مع هذا الجاكيت 100% رح تطلع اللوك احلى من الثلاث لوكات مجتمعين حتى مع كوت طويل جاكيت طويل كبوت بتطلع كتير حلوه كمان 100% من برا او من جوا كمان بتطلع ظابطه فكرت قصدك نحط الجاكيت فوق الكوت هلا برضه كمان في صوره هيك وطالع فيري انترستينج صح اوكي ففكرة اللايرينج القطع اللي فوق بعض كتير موضة بس بدي أنبه إنه دايماً بدنا نراعي نوع الكسم إذا كنتي نوع كسمك من النوع الكتير بتيت وقليلة اللايرينج بدك تكوني ذكية فيه عشان القطعة ما تضيعك لأنه لما يكتر الفوليوم عليك وإنتي بتيت بتصير عبارة عن كتلة أواعي ما فيش بني آدم تحته بتضيعي
واللوك الثانيه اذا كنت من النوع اللي شوي على ضخامه أكتر، اللايرنج لما يكون كتير بيعطيك عرض، لازم يكونوا خفيفه يمكن. ها هي يا الله هذول مش ضد اللاير، بس القماشه بدها تخف كتير راسا. انت بموت بالكبابيت، بموت بالكبابيت. والكبود اللي هون عم بورجي اللي هم الاوفر سايزد او الحجم الكبير للجاكيتات، اللي هو الجاكيت اللي مش عقد الكسم. اذا كنت بدك تلعب لعبه اللايرنج والطبقات باللبس، الكوت العريض بيساعدك انه اللبسه تحت تقدري تلبسيها. ولا مره قدرت اقتنع بالكوت العريض، ما بحبه علي، يمكن انا علي ما بحبه، بس بشوفه الناس كتير بحبه. طب بس علي ولا مره لابسه كذا قطعه تحت وتحطي فوقه، لانه لما تكوني لابسه كذا قطعه بيطلع حلو عليكي. حلو عليكي، بجرب هاي السنة ضعيفة ان شاء الله. واذا لقيتيه تو ماتش واللي تحته صار كتير، حطي بلت على التحتاني او بلت على الفوقاني حسب حجمه، كيف عندك وين بيعطيكي عرض. ممكن صح. الاوفر لايرينج حلو لما تكوني لابسه كتير قطع، خففي بالماتيريال. وفي تويست بغشوا فيها كتير هلا، اللي هي بتنباع القبه لحالها زي كانها قبه قميص، وكثير مرات بيعملوها مشكوكه، بيعملوها دانتيل، بيعملوا عليها ريبن وات ايفر. انت بتبيني لابسه قميص، بس فعليا انت مش عم تاخدي فوليوم، لانك انت بس هي قبه كذابه. صح صح كذابه. شوفي هون اللوكس مختلفين، عم بورجيكي انه اذا لبستي مثلا على جينز وزقيتي طرف الكنزه زي ما دائما بنقول، ولبستي الكوت العريض، كثير من الناس عندي بنتبه بالمحل بيقولوا لي شوية قصير الكم تبع الكوت. لما الكوت يكون مش تايلرد فيت، وما تكون الفيت القصة الكتف على الكتف والبنسات وكتير مرتب القصة، يكون فيها عرض زيادة عادي يكون قصير عن قصد، بيقصروا شوي بالكم لأنه بيكون فيه عرض، فحلو كنزتك التحتانية تكون نازلة تحت الجاكيت، حتى بضخم إذا تفكري فيها بعدين. otherwise بتبطل اللوك كتير حلوة لما يطول الكم كتير. صح. بس إحنا للفكر والمعتقد إنه الجاكيت لازم يوصل عنا لهون. صح. بهدول انواع الجاكيتات ما بيعيبوا زي ما ملاحظه هم بالمرتين، مورجين انه الكم طالع عنكم تبين الايد يعني، وطالعه هيك ترندي وحلو. صح صح. شوفي هاي اللوك كتير مهمه كتير اللي حكينا حلوة عنها قبل، انه اللي هم السويتر دراسز قلنا حلو تخصيرتهم، حلو اذا فيهم فوليوم تلبسي فوقه جاكيت من الجاكيتات الكبيره 100%. اوكي هلا هون بدي اقول لكم انه لما حلو بالخريف والشتاء تلعبي بالتكستشرز او القماشات المختلفه تاعت الايتيمز. يعني اذا كنتي لابسه شيء صوف، مش غلط فوقه يكون مهير، مش غلط تحته يكون الـ شو بسموه زي التويد، او بتقدري فوقه، يعني اختلاف التكستشرز ما بيعيب اللبسه طبعا. عكس المعتقد كانت الناس تحس انه كله نفس لا الفابريك. السواد مش جاي بالضبط على بعض، مش نفس الماتيريال على بعض. هاي اللوك هذا السيزن بدنا نبعد عنها، وبدنا نشتغل على انه نغير هذا اللون. بحبه كتير اول هذا اللون. اللون عليه كتير اراء مختلفه. انا كثير بحبه، بيقولوا لي مش حلو. انا مش عارفه اذا عيني قد ما تعودت عليه صرت اقبله واحبه كتير، ولا فعليا هو من الالوان السهله على الكل. هو حلو بيع اشياء معينه مش على كل. انت بتحسي على لون معين بالبق ناس معينه؟ قصدك كلون يبقى يعني عشقرة عسمرة هيك؟ عشقر كتير بزبط للشقر، والسمر كتير بزبط. انا عشان هيك بلاقي لون محايد، ناس بتقولي انا ما بالبق لي بصير كلي نفس اللون. لا لا لا, 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 لا انا اي ديس اجري الصراحة، بلاقي من الالوان الحلوة كتير وسهلة كتير. وشو ما حطيتي عليه اكسسوري ملاحظة على الاسود حلو طبعاً. على البردو على الخمري حلو كل شيء، الوانه بحسها سهله. اتس ا فيري نيوترال كلر. انا بلاقي الالوان البيسكس باي ذا واي، انا بتعامل معاه كلون بيسك بالضبط على كل شيء بالضبط. حتى لما نشتري شناتي ونشتري شوز يوجوالي بنشتريهم في منهم لازم يكون هذا اللون، بتحسي هذا اللون. وهاي السنه ما بقدر اشرح لكم قديش هذا اللون قوي، كتير كتير وطاغي كتير حلو. هو بالشتا دائما. الصوره اللي بعدها بليز. اوكي ما تخافوا ابدا من ادخال البرينتس او الطبعات. اوكي وزي ما شرحنا قبل الطبعات هذا السيزن كتير كتير موضه. انا بلاقي متعب للعين لما تكتر البرينتس بنفس اللبسه، مع انه في ناس بتلاقيها ترند. انا من الناس اللي بتتعبني، بحب اذا لابسه سوليد تحت بغض النظر اذا الوان مختلفه يكون عندي وان برينت طبعه واحده احلى. اكيد طبعا بتصير عجقة احلى. ناس بتلاقي يكون انه بيكونوا حاطين اللبس وتحت بيكونوا حاطين مثلا ليبرد وبعدين زيبرا وهيك. لا هيك انا عجقة. صراحه بلاقيه بيصير اكثر انستغرام ماتيريال، تتصور صوره بوزت بيني بلوجر تبيني هيك، تبيني انك انت عامله كول فاهمه الموضه. بس انا بلاقيها بتصير متعبه ومش مريحه. صح. بعدين صرنا سنتين ثلاثه عم نلبس الطبعات على الاواعي، بس مش حاسه حالي زهقتهم. بتعرفي انت بتحبي الحيوانات؟ بحب كثير انا الحيوانات كثير. كل انواع الحيوانات مش كثير. لورينا في قطع حلوه عليها وفي قطع بلاقيها صارت مبتذله، يعني قد ما صار عليها برينتس
يعني في بلايز مرات بكون مش قادره اطلع عليهم خلص، بعدين صاروا كل البراندز يعملوا منها وكل حدا يساوي منها. وفيها بتعطي رخص مرات بتلاحظوا ثانكيو بتحس القطعه مش حلوه القماش اذا كان نوع حسب القماش مش كتير ثقيله وعليها برنتس كتير راسا بتعطيها شيء رخيص، والقماش اذا ثقيله وفيها شويه طبعات بتصير تقلب اللبسه راسا صارت دفنت للديزاينر بتحس تقلب اللبسه كثير مش شرط يعني صح. بتعرفي انا شو القطعه اللي بحب عليها الانيمال برنت؟ احكي اذا عندك سكارف كبير كشمير مثلا يكون انيمال برنت، تلبسيه فوق جاكيت تان لونه. بتحبي عزيبرا اكثر ولا بتحبي الليبرد اكثر؟ لا اكثر ليبرد اكثر. لا زيبرا ما بحبه انا كل شيء عندي اساليها السنه الماضيه ما خليت كل يوم تجينا بطبعه الله وكيلك كل لون ودرجاته على الاخضر على الـ على الـ كل الالوان كل الاشكال كل انا بحب الليبرد برنت بغيره بلاقيها هيك الشقر بالعدل بالبلد بعدين بالشتاء كثير بزبطه بيعطيك شعور الدفى بطريقه مش عادي صح. لا حلوين صح. الصورة الثانية هاي اللي بدي أعلق عليها هذا السيزن ما تخافوا أبدا 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 من الكوت الطويل إكسترا موضة كتير حلو. أجت قبل سنين كنا نختصر شوي بالكوت نلاقيه إذا تحت الركبة شوي نلاقيه طويل صحيح. هلأ لما نقول طويل وترندي طويل 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 والطويل حلو بالأوفر لايرينج ليش؟ لأنه تحته بتكوني تقدري تلبسي فاست طويل تحت الفاست بتقدري تكوني لابسة قميص تحتهم بتكوني لابسة لاجينج حاطة البوتس حاطة سكارف الجاكيت بتحمل يدوبهم كلياتها ويكون عندك الميكس اند ماتش كتير حلو. فأنا برأيي هذا السيزن من القطع اللي كتير مهمة على الشتاء الكوت الطويل أوفر حلو مش بس للنيلك الطويل الطويل جدا عليكم بالطويل جدا جدا عليكم بالطويل حلو اوكي نرجع منقول البلت 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 اذا ملاحظه هاي البلتس احنا اللي هي بتنحط بالجينز عاده ما كنا نستعملها تبلت الاواعي اوفر الاواعي صحيح. كنا نخليها بس للجينز صح. هلا الترند صار نفسها هاي اللي بتكون على حجم الجينز تقدري ترفعيها فوق الكبابيد فوق الكارديجانز فوق الفساتين اللي بدك اياه تطلع كتير اللوك حلو اذا بتنحف. ما بدك تدخليها زي ما حكينا هذيك المره جوا القالب المحطوط لها تقدري تتركيها نازله هيك كريس كروس وبتطلع اللوك كتير حلوه وفيري ترندي. يعني بالصوره الاولى شوفي قديش القطعه خميله بس مجرد انها حطت البس خسرت حالها خسرت بينت كتير لانه هي لو ما عندها مدى وخسرتي حالك راسا بتحسي ما ضعتي باللبسه لانها فيها كتير طبقات طبقات صح رزان انت هذا الشتاء بدك تلبسي عني وعنك البلت لا وانت بزبط لك لا بزبط ليش ابدا انا هلا فوق بختلف خلي احط بدي اياه اكس اكس لارج بس هاي السنه رح يكون اكثر سنه نفسك تلبسي بلت يا الله ما انا بتعرفي من لما شفت البلت انا كلهم بنفسي بطلت تشوفي الا البلت هلا طبعا اوف كورس الممنوع مرغوب مش ظابط فالاكسسوارايز تو اكسسوارايز هذا السيزون كمان كثير موضه كتروا اكسسوارز وما تخافوا منهم التشينز قلنا كثير موضه تفضلوا هي الامثله كله, كله 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 من هون من هون مش ملحقين شجره الكومنتس شجره العيد موضه كثير وحلو لانه زي ما حكينا قبل الوان الشتاء عاده بالاغلب بتكون داكنه القصات فيهاش كثير حركات زيديها بالحركات ويقول لك ترندي بس ما في عندي سؤال لانه انت جايبه بصوره مبين في صندل على الاواعي الشتويه كثير السنه الماضيه كثير شفت ناس لبسوهم بالشتاء انا ما بتقبلهم بالشتاء ما بتحبيهم ما بحبهم انا صراحه على السهره اي هاف تو سي هلا هو بالفكر انه هم مش كثير عمليين لانه الواحد صراحه بيبرد خصوصا بجونا بس لا بس اذا رايحه على تيك توك يعني هيك مطعم بدك تكوني شكلك تتألقي تتألقي للحركات يعني ما تلبسي كنت درب سكرة خلاص هلا لورينا بعدين معاكم هذا شو بتقولي عليه لا ما بنقال عليه حلو حلو بس انا قصدي بالشتاء انا ما بتقبلهم بالشتاء يعني اذا شفت حدا لابسهم بالشتاء بحس بدنك ايش الاستفزاز اكثر حكيتي انت بالمملكه لا لا هاي ما بدنا نعيدها لا 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 مش رح نلبس تحتها في نو 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 مفيش شيء يا بتلبسي هيك وبتتحملي اللي بعده اللي بعده تتحملي عشان الاناقه واللوك يعني تبرد مش مهم يا اما خلص اللي بعده اللي على الصوره اللي بعده فتحتوا لهم قريحتهم يا ويلي على رأسنا اوكي هاي اللوك اللي انا اوريجينلي كان هاي لورينا هاي لورينا مستحيل بهدلت هاي لورينا انا لما شفت هذا الترند انا على الويك اند ما بشوف هيك والله انا لما شفت هذا الترند وعملنا حلقه للمحجبات قلت هذا الترند لازم ازقه بالحلقه عشان اقول انه كثير التنانير تقدر تلتبس بطرق حلوه وكثير الفساتين اللي حكينا عنها قبل اللي هي السويتر دريسز لما المحجبه ما بتقدر تلبسها كسويتر دريس كتير شكلك رح يكون ترندي وحلو لما تلبسيهم هلا رح اورجيكم بالصور الجاي فوق التنانير الطويله رح يعطوا اطلاله كتير حلوه بغض النظر ايش بتقرري تحت صح. على سنيكرز رح تطلع كتير حلو على الكاوبوي بوتس رح تكون كتير حلوه على البوتس العاديين رح تكون كتير حلوه للي بحبوا الاجز انا ما بحبهم بس اللوك رح تكون كتير حلوه
انا ما بحبهم كتير بس هم ستايل حلوين براكتيكال. شوفي هون التنوره نفسها مره قررت تلبسها على سويتر كتير طلعت اللوك حلوه وبسيطه. هون قررت تو اوفر لاير تعملها كمان طبقه فوق السويتر اللي كانت لابستها، لبست كمان جرزاي طويله واللوك كتير كتير حلوه. صح، مع انه الالوان على فكره البيجيات ما بيلبقوا كتير بعض اذا تفكري فيها. انت هيك بتحسي؟ يعني انا شايفه الجاكيت انا صرت احسهم من ميه بعض. اه شفتي مثلا انا ما بقدر البس، لا انا يا اما انت لازم ايدنتيكال. لا اذا بيج اذا لابسه اللبسه كلها بيج يعني لازم يكونوا بيشبهوا بعض. هاي حسيتها مثلا عبني او عسكني بس طالعين كتير حلوين. انا مش وكسرته مع التنشوز الابيض انا ملاقيته بس واو. هاي اللوكات بدها طول، بحسها بتلبق على الطوال اكثر. صح. شوفي انا بحس هيك كمان لانه واش شوي فيها فوليوم ومشطشطه كثير وهيك قد تاخذ من طول الصبيه الا اذا احترمنا انه عملناها. هلا بورجيكي كيف اللوك الثاني بتروح للي طولهم شويه اقصر. خلينا نقول اذا اللون قربناه على بعض اكثر ما كان في كسره اللون وطول السويتر اطول من هذا الطول بتعطي طول. هلا شوفي لانه شفنا كذا لبسه قبل الالوان بالضبط زي بعض بيكونوا مش معقول كثير بتحبي بس شوفي شاد اللي تحت ما بقدر. شوفي هلا كلهم عم نحكي على نفس التنوره. اوكي متذكره اللي حكينا عليهم سويتر دريسز او الكنز الفستان. الكنز الفستان صارت تقدر تلتبس بكل سهوله فوق التنانير. يا باي الجرأة. قررتي التنوره تكون كسرات او التنوره تكون حرير بلين نازله لتحت او يكون طولها حتى المبالغ فيه فستان all the way تخيلي شو غريب. او لبست on top of it مره جرزاي وon top of it مره لبست جاكيت اعرض ومره لبست عليه جاكيت جلد. وانا يعني جاكيت الجلد كسرت الالوان لقيته بسطل او عيني هلا تعودت عليه لدرجه I can't wait تيجي الكوليكشن رح اطبقهم هاي اللوك. انا حسيتهم بس للتصوير جد. لا عن جد لا بس يعني بتلبسي هيك مصممة يعني بقول لك I can't wait مصممة. أوف. مشتاقة بالموضة أكتر منه. بتعرفي شو اللي حبيت؟ تناسق الألوان. إيش اللي حسيتي اللي مش ممكن تلبسي؟ تناسق الألوان كثير. التنورة مع الفستان أنا هاي ما حبيتها. ما حبيتيها؟ لا بعدين ما حبيت اختلاف الماتيريال هالقد إنه من تحت حسيته زي كشكش عرفتي؟ بصير أقول لك. ومن فوق حسيته صوف بس اللي حبيته كثير بالثلاث صور الجاكيتات. يعني باخذ الجاكيت هذا وجاكيت هذا وجاكيت هذا بس ما بحبهم هيك كلوك. لا انا اللي ممكن البسه اللي خلص اكثر شيء اول وحده حسيت الاطوال متناسبه اكثر. اوكي اول وحده يعني هذا الكوت طويل التنوره طويله البلوزه شوي طويله مع هذا التنشوز ولا بتروحي لبوتس او بوتيز مش عارف. حلو مع التنشوز انا بلبس تنانير طويله على التنشوز. الالوان حلوه تناسق الالوان حلو. يعني انا عشان اكون حقيقيه لو انا اي ثينك بلبس تكساس بوتس عليهم. اوكي هذا الاشي الوحيد اللي بعمل فيه تويست. بس كلوك عيني كتير قبلتها ومتاكده انه الكل رح يحبها والتايم. نشوف اللي بعدها بليز. يلا وبدنا نختصر بالقر صح. No. اوكي هلا شوفي هون الفرق بين هاي الصوره والقبل. اذا لاحظتي التنوره هي نفسها بس احنا قمنا اللايرينج تركنا على الكنزه. اي ثينك انت رح تستهويكي اكثر. هيك اخف لك وانت بتفضلي من غير التنوره. بين الشخصيات. بينت شخصيات عم تكتشفنا مع الوقت. عرفت كيف. شوفي بس انا اللي بدي اقول انه دائما ايا كان ستايلك باللبس انا حاسه انه دائما في مجال انه الواحد يطلع عن المألوف. اوليتها العين ما بتقبل بس هلا لما ترجعي تشوفيه كذا مره صراحه رح تحسي عينك قبلته ورح تصيري تحبي الستايل. فلي بدي اقول انا مثلا دائما محجبات بعتولي احكي حلقه عنها ما في إشي اسمه لبس بس لهاي او هاي كله بزبط. انت كيف تعملي القصص مع بعض بتطبقيه حسب ما بيناسبك وكله بالاخر رح يطلع ترندي وحلو وكل واحد رح يكون عندها ستايلها وشخصيتها رح تكون ظاهرة. كلام سليم بالضبط. مش هيك؟ كلام سليم. ايش الصورة وراها؟ ضل اشي تاني نشوفه؟ صورة سريعة سوري. اجين برضو على اللايري هون هاي لابسة هي زي اللي شفناها قبل على بيج لبستها على اسود قررت تربط عليها بلت. شايفة عم بقولك هاي قطعة طول مش بالشرط تقصر هاي كتير ضابطة لانها حطت البلت من فوق صرت تشوفي فيها مدى. هاي حلوة هيك قصدي انا على تكساس بوتس انا بالنسبة لي هيك بفضل كتير حلوة هاي تعطي هيك كتير حبيت البلت نفسه. هون بدي اورجيكي كيف انها شوفي هي شي لايرد الفستان التحتاني على التنورة وحطت فوق جاكيت وان توب حطت عليه البلت. اللوك اول ان اول كتير حلوة وكتير غير عن اللي متعودين نشوفه خارج عن المألوف خارج عن المألوف
وحلوة. وانا حسيت احنا اظن احنا الثلاث قبلناها اكثر، كل ما صارت الاطوال متقاربه زي ما بقولوا كانت اللوك احلى. شوفي بقول لك انا اول هيك اول ما طلعت بالاخر صرت عم بدور عليهم تدوير بدي اياهم، بدي هاي اللوك الجديده، لانه بالاخر بتقولي احنا متعودين على الكلزة على الجينز، الجينز والتوب وبصر شو زهقنا التغيير، يعني كل ما هو جديد مع مها الكيالي دائما. صح. يعني قلت اغششكم زرقي لنا كل مره فتره. نتشكر وجودك معنا مها اليوم، يعطيك الف عافيه، دائما بتجيبي لنا كل ما هو جديد في عالم الموضه والاناقه حبيبتي.